شنو اللي منع أن يعني هذه المشكلة تشخص وبوضوح؟ يعني شنو اللي يمنع مثل ما منع الآن قبل قليل الأستاذ أحمد أن نفضح هذه الأكذوبة، أكذوبة الكيبل الضوئي اللي أصلا طلع ما موجود الآن؟ مساومة، فساد، محاصصة، الكل شركاء، شلون شخصين المشكلة؟ مشي لي ومشي لك مثلا. جيد. كل شيء صاير. إضافة جيدة. أستاذ العزيز، هي يعني إن كنت تدري، إن كنت لا تدري فهي مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أنا بتقديري يعني وأني مو صاحبة اختصاص بهذا الموضوع، ولكن مستهلك، يعني واحد من المواطنين وجاي أعاني أيضا من نفس الموضوع. ما صور هي المسألة هي ذيك المعضلة أو ذاك التخطيط اللي يحتاج له. إحنا سمعنا بالكابل الضوئي، وسمعنا قاعد يحفرون للإنترنت، وسمعنا كذا وسمعنا كذا، ولكن إحنا جاي نشوف هي عبارة عن سوق مفتوحة لأبراج، أبراج كلها مضرة طبعا للصحة، لأنه الإشعاعات مالتها هي فوق رأس المواطن. وزارة الصحة وين؟ معروف، هاي المفروض تكون الرقابة من جهات حكومية بالنسبة إلى وزارة الاتصالات، وزارة الصحة، أمانة بغداد. لما تجي أبراج وتنصب في كل مكان بالوسيط دون رقابة، بغض النظر عن نوعية ورداءة اللي ما يوصل إلى المواطن أيضا، اللي هي عدم كفاية. افتحتي قضية أعقد. قضية الأمراض السرطانية هذه معروفة، ماكو أبراج تبنى في داخل المنطقة وانت جاي تشوفها. يعني هاي خلي كل خبراء الدولة، أنا العلاقة بالبيئة ويعني مشتغلة بالمسائل البيئية أيضا، ماني ما شايفة لحد اللحظة يعني واحد يوم من الأيام، وهاي انتشرت على كل التواصل الاجتماعي، صوروا بأنه هاي الأبراج موجودة لتسهيل التوصيل للإنترنت مجانا، يعني ثمنها أنه هو ممكن أن يصاب بأمراض، ولكن اللي جاي يأخذ الخدمة مجانا. إحنا جاي ندفع الفلوس، بس بنفس الوقت ما نستلم، بالإضافة إلى أنه أنت تدفع جزء من صحتك أيضا، وإحنا ما نعرف بهاي المسألة. دكتورة، بالإضافة إلى مسألة أيضا نأخذها بعين الاعتبار، هي تشويه منظر المدينة. قبل تشويه منظر المدينة، هل الحكومة متواطئة مع الخطأ الاستراتيجي للأبراج ومتسببة بالنتيجة بالأمراض السرطانية المنتشرة الآن بين الناس؟ يعني هل هو المواطن المسؤول؟ لا، هل الحكومة متواطئة؟ من المسؤول عن الموضوع؟ متواطئة أو ما متواطئة، أنا ما أعرف هاي المسألة، ولكن وين الجهة الرقابية؟ أنت شو تحكمين عليها؟ وين الجهة الرقابية؟ إذا جهة تحكمين عليها؟ طبعاً لا، أنا أعتبرها مجرد السكوت عن الموضوع هذا تواطؤ. هذا تواطؤ. إذن الحكومة متواطئة. متواطئة. متورطة. ونفس الوقت غاض النظر عن الموضوع، وهاي مسألة المفروض إحنا ننتبه لها، لأنه صحة المواطن يكفي علينا تلوث الحروب، يكفي علينا تلوث المياه أيضاً اللي نعاني من عنده أو شغلات من القبيل، يعني ما يكون الماء صحي لحد اللحظة اللي إحنا نطبخ به زين، أو لأن كل إحنا نشرب من قناني، تجينا أيضا الأبراج الشعاعية هي اللي جاي يضر المواطن. طيب، بشكل إذن بالمحصلة أكو تواطؤ، بمعنى أكو فساد، يعني مسألة الفساد، أكو كوميشنات على للسكوت. هذه مسألة معروفة، يعني إحنا نعرف كل مسألة الاتصالات أو غيرها، قضية الفساد وفتح ملفات الفساد يقول لك لأنه هناك بعض القضايا تخص الاتصالات سابقا، واحد ماسكها على الثاني وهكذا، والمواطن بالأخير هو الضحية.